تلقيح كورونا ما زال حديث في بلادنا، ودول العالم الكل ما زلت عندها نفس الإشكال. واليوم بعد ما وصل تلقيح كورونا لتونس، ما زال فما جدل كبير بين ناس تشجع على الإجراء تلقيح وناس رافضة، وكل واحد عنده أسباب. يلزم يشجع، يلزم واحد يسجع. احنا نلقح على كل شيء وناخذ الدواء على كل شيء. جاتنا في الدواء على هذية، ولا انا كريمشي للطبيب ونقول لك الحاجة توجع فيها اعطيني دواء. اللارك يقول التلقيح راهو باهي للواحد الكورونا وني... اكيد اكيد ماذا بينا الناس كل تفهم كون يلزمها تلقح. اي نقول لهم اخي واحد مريض باش يعملوا لنا دواء باش نرتاحوا مخير، ولا نقعدوا كاكك نهار كله نحن كمامي. اي دواء راهو ناخذوه في اي وضع ديما عنده اعراض، اي دواء حسب ما نفهم. هذا مرض جديد وقالوا ثم الزرخ شكون مش نسلوا يا اخي نسلوا الرعواني. الناس طاو يخوفوا يقولوا مش باهي، واحد يقول نعملها واحد يقول لا. انا هاني مازلت نشوف، كي نشوف جيراني عملوها نعملها. على امل انه الجاي خير ويدور زمان ونفرحوا كبير وصغير، ويا ربي تحمي بلادنا وتدوم فرحه وضحكه اولادنا.